الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تناولنا في المحاضرة السابقة من المشاركة السياسية مفهوم المشاركة السياسية والحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسية ومؤشرات المشاركة السياسية والعوامل المؤثرة في المشاركة السياسية. نبدأ محاضرتنا اليوم بإذن الله في التعريف بأسباب أزمة المشاركة السياسية، حيث توجد في الواقع تفسيرات متعددة لأزمة المشاركة السياسية، يمكن الإشارة بإيجاز شديد إلى أبرزها. أول أسباب أزمة المشاركة السياسية: اضمحلال القوى السياسية والاجتماعية، والاضمحلال ليس من الناحية العددية فقط لهذه القوى السياسية والاجتماعية، بل أيضا هو ضعف دور القوى السياسية والاجتماعية يتسبب في أزمة المشاركة السياسية. ضعف دور الأحزاب السياسية والحركات السياسية، ضعف دور المجتمع المدني بكل مكوناته من النقابات ومؤسسات حقوق الإنسان وغيرها، كل ذلك يتسبب في أزمة حقيقية للمشاركة السياسية أو أزمة في المشاركة السياسية. أيضا من أسباب أزمة المشاركة السياسية تفتت وبعثرة الجهود بسبب الصراعات السياسية والفكرية والعرقية والعقائدية. هذه أسباب حقيقية تقف خلف أزمة المشاركة السياسية، لأن الجهود تتبعثر، يصبح المجتمع ليس لديه وقت للمشاركة السياسية الحقيقية، تصبح القوى السياسية ليس لها وقت للمشاركة السياسية الحقيقية، لأن الجهود كلها مبعثرة في ضوء الصراعات السياسية والفكرية. أيضا توصف طبيعة المشاركة السياسية في بعض البلدان العربية في العصر الحديث أنها ذات طابع عسكري، بمعنى أن من أسباب أزمة المشاركة السياسية في بعض الدول العربية أن العسكر من يهيمن على هذه البلاد، الجيش من يهيمن على هذه البلاد، والجيش هو الذي أيضا يحدد طبيعة المشاركة السياسية بما ينسجم مع توجهات العسكر في هذه البلدان أو في بعض البلدان العربية. وأيضا المشاركة تكون في كثير من الأحيان للأسف تعبوية لصالح حزب وحيد، هناك يكون عدة أحزاب سياسية في بعض البلدان العربية، ولكن هناك حزب سياسي مسيطر، وعادة ما يكون الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة والذي يسانده العسكر. فهو عمليا تصبح المشاركة السياسية في أزمة حقيقية، لأنه يوجد حزب واحد مهيمن إلى جانب أحزاب سياسية أخرى ضعيفة ولا وجود حقيقي لها. من أسباب أزمة المشاركة السياسية أيضا أبناء الأعزاء ارتفاع نسبة الأمية والجهل، وتناولنا هذا في المحاضرة السابقة. أيضا ارتفاع نسبة الأمية والجهل والضعف التعليم والثقافة يؤثر سلبا على المشاركة السياسية، عادة غير المتعلمين لا يكترثون للمشاركة السياسية، والمشاركة في القرار السياسي وصنع القرار السياسي هذه من الأمور التي لا تهمهم لأنهم لا يعلمون مدى جدواها. من أسباب أزمة المشاركة السياسية أيضا انتشار الفقر داخل قطاعات واسعة في المجتمع. الفقر بالفعل يدفع الناس إلى العزوف عن المشاركة السياسية، عن الانتخابات، عن الترشيح، عن التجمعات السلمية، عن إبداء رأيهم بالأمور السياسية، عن كل أوجه المشاركة السياسية، لأنهم للأسف مهمومون بفقرهم، مهمومون بهذا الفقر. الفقير يبحث عن لقمة عيشه ولا يهتم للأسف للمشاركة السياسية، هذا ليس على إطلاقه بالفعل، ولكن الفقر يؤثر سلبا على المشاركة السياسية، لأن الفقراء جل اهتمامهم لقمة العيش، وهم أيضا محبطون في كثير من الأحيان، محبطون لأنهم يعزون هذا الفقر وأسبابه إلى
السياسيين إلى الحكام في كثير من الأحيان، فهم محبطون ولا يجدون بوجه نظرهم أن هناك لا يجدون جدوى من المشاركة السياسية. هذه وجهة نظرهم، لكن نحن أكدنا مرارا وتكرارا بأن الفقير وغير الفقير على العكس يجب الجميع أن يشارك سياسيا، وهذا أفضل. المشاركة السياسية الإيجابية أفضل من المشاركة السياسية السلبية أو عدم المشاركة البتة. ضعف الأحزاب السياسية في الحث الجماهير على المشاركة وفتح قنوات جديدة بين الجماهير وصناع القرار. الأحزاب السياسية أيضا لها دور للأسف سلبي في كثير من البلدان، رغم أن الأحزاب السياسية هي أساس عملها المشاركة السياسية وحث المواطنين على المشاركة السياسية وفتح قنوات اتصال بين الجماهير وصناع القرار. تحدثنا في المحاضرة السابقة، الحزب السياسي يا إما بيكون في الحكومة يا إما بيكون في المعارضة، فله دور كبير في موضوع المشاركة السياسية، ولكن عدم فعالية دوره، عدم ضعفه، ضعف دور الأحزاب السياسية بالفعل سوف يتسبب في أزمة حقيقية فيما يتعلق في المشاركة السياسية. أيضا الأزمة الاقتصادية بشكل عام خاصة في الدول النامية، الأزمة الاقتصادية الطاحنة، تفشي البطالة والفقر بين الناس خاصة بين الشباب، هذا بدوره يؤثر سلبا على المشاركة السياسية. الشباب الخائفون على مستقبلهم، الشباب الذين يصارعون البطالة والفقر للأسف لن يكون من اهتمامهم المشاركة السياسية، لأنهم يعتقدون أن من أوصلهم إلى حالة الفقر التي يعيشونها هو النظام السياسي والقرارات السياسية الخاطئة، وهذا يؤدي إلى عزوفهم عن المشاركة السياسية، رغم أننا ندعو إلى الشباب حتى في ظل الأزمة الاقتصادية أن يشاركوا سياسيا، أن يتجمعوا سلميا، أن يبدوا أراءهم، أن يبدوا أراءهم في الأمور السياسية كافة، أن لا يستكينوا، أن يبحثوا دائما عن فرص تؤهلهم للمشاركة السياسية بما يضمن حقوقهم. من أسباب وأزمة أيضا من أسباب أزمة المشاركة السياسية انعدام التنشئة السياسية، انعدام التنشئة السياسية أو سلبية التنشئة السياسية. ونحن تناولنا في المحاضرة السابقة أن أيضا من العوامل المؤثرة في عملية المشاركة السياسية هي التنشئة السياسية، التنشئة السياسية السليمة التي تربي الفرد على المشاركة السياسية، لأن المشاركة السياسية هي هي حقوق وهي حق، فعلا المشاركة السياسية هي حق ولكنها أيضا واجب على المواطن، واجب على الفرد أن يشارك سياسيا بما يضمن الخير لبلده ولنفسه أيضا. المشاركة السياسية من خلال أوجهها المختلفة، من خلال وسائلها المختلفة، هي حق وواجب أيضا في نفس الوقت على المواطنين أن يشاركوا سياسيا، وهذا يعود للتنشئة السياسية، التنشئة السياسية المختلفة سواء في الجماعات الأولية أو في الجماعة الأولية كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، أو حتى في الجامعة، في المدرسة، في كل المؤسسات التي تنشئ الأفراد سياسيا، أو حتى ممكن أن يكون ليس هناك موضوع فقط انعدام التنشئة السياسية، أيضا سلبية التنشئة السياسية. ممكن أيضا هذه المؤسسات والجماعات التي تنشئ سياسيا تنشئ للأسف الأفراد سلبيا فيما يتعلق في المشاركة السياسية، لا تحثهم على المشاركة السياسية، دائما تحبطهم، دائما تحثهم على عدم المشاركة السياسية، وهذه مشكلة حقيقية. فإنعدام التنشئة السياسية أو سلبية التنشئة السياسية بالفعل سوف يؤثر سلبا وبشكل خطير على موضوع هام، ألا هو على موضوع المشاركة السياسية. بل على العكس، التنشئة السياسية هي من تكون الثقافة السياسية أيضا للأفراد، ممكن أن تكون ثقافة سياسية واتجاه سياسي هو يؤدي إلى العزوف عن المشاركة
السياسية، وهذا بحد ذاته يتسبب بأزمة حقية في المشاركة السياسية. من أسباب أزمة المشاركة السياسية أيضا اللامبالاة السياسية، اللامبالاة السياسية وهو ضعف الحس الوطني وضعف المجتمع المدني. اللامبالاة السياسية هي نتيجة لعدة أمور، ممكن ضعف الحس الوطني، ضعف الانتماء للوطن، ضعف المجتمع المدني، ضعف دور الأحزاب السياسية، الحركات السياسية. وتحدثنا في بداية المحاضرة عن اضمحلال القوى السياسية أيضا والاجتماعية واضمحلال دورها، هذا كله يؤدي إلى اللامبالاة السياسية، إلى اللامبالاة السياسية. المواطن مش مهتم، المواطن مش مهتم في المشاركة السياسية. برضو اللامبالاة السياسية تأتي من الإحباط كما ذكرت، وتأتي أيضا من غياب الحقوق. إذا المواطن حقوقه مصادرة هو لن يشارك سياسيا في أغلب الأحيان، لأنه المواطنة هي حقوق وواجبات، يأخذ المواطن حقه ويعطي ما عليه من واجبات. فإذا المواطن حقوقه مصادرة باستمرار فإنه سيحجم عن المشاركة السياسية، لن يشارك سياسيا. أيضا من أسباب أزمة المشاركة السياسية العزلة السياسية، العزلة السياسية وهو إحساس الفرد بأنه مهمش وليس له دور، وليس له دور. صوته لن يؤثر، صوته ممكن يشترى ويباع، صوته ممكن يزور. فهذا للأسف يدفع الأفراد إلى العزلة السياسية، إلى العزلة السياسية، بمعنى أنهم ينعزلوا سياسيا، يحجموا عن المشاركة السياسية. وهذا من أهم أسباب للأسف أزمة المشاركة السياسية. دعونا أيضا أبنائي الأحباب نذهب إلى عنوان آخر هام وعملي لنتعرف على المشاركة السياسية وأنماط التحولات الديمقراطية في فلسطين. المشاركة السياسية وأنماط التحولات الديمقراطية في فلسطين. مرت الديمقراطية الفلسطينية بثلاث مراحل ارتبطت ارتباطا مباشرا بتطور القضية الفلسطينية نفسها. المرحلة الأولى قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية، والمرحلة الثانية بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها في الشتات، أي في خارج الأراضي الفلسطينية، في خارج وطننا الحبيب فلسطين. والمرحلة الثالثة الديمقراطية الفلسطينية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. دعونا نفصل في ذلك أحبابي. المرحلة الأولى يعتبر الشعب الفلسطيني جزءا من الشعوب العربية في سوريا الطبيعية، سوريا الطبيعية أو سوريا الكبرى أو بلاد الشام، تشمل الأردن وفلسطين وسوريا وبلدان أخرى، وهي التي كانت قد خضعت للدولة العثمانية. وعاش هذا الشعب اللي هو شعبنا الفلسطيني نفس الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي عاشتها الشعوب العربية الأخرى في المنطقة. ونتيجة لسياسة التحديث التي بدأتها الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع عشر، تمكن بعض سكان المدن الفلسطينية خاصة في القدس من المشاركة في انتخابات مقيدة جزئية للبرلمان التركي اللي هو مجلس المبعوثان اللي أسسه مين؟ السلطان عبد الحميد، السلطان العثماني عبد الحميد. مجلس المبعوثان هو بمثابة البرلمان التركي، هو البرلمان التركي. كما شارك بعد ذلك سكان بعض المدن الفلسطينية في انتخابات البلدية، يعني عندنا في خاصة في طبعا في القدس، يعني بعض سكان المدن الفلسطينية خاصة في القدس شاركوا في انتخابات البرلمان التركي اللي هو مجلس المبعوثان، كما شارك بعد ذلك سكان بعض المدن الفلسطينية في انتخابات البلدية في المحليات يعني. وعندما فرض الانتداب البريطاني على فلسطين، فرض الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1922، بدأت الحياة السياسية فيها تأخذ طابعا مميزا عن بقية أنحاء سوريا. يعني في الأول كان الشعب الفلسطيني
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية لا يختلف عن دول المحيط، ولكن بعد الانتداب اختلف الأمر، بدأت الحياة السياسية فيها تأخذ طابعا يختلف عن بقية أنحاء سوريا الكبرى، إذ أصبح النشاط السياسي الفلسطيني يواجه التحديات التي فرضتها سلطة الانتداب البريطاني، وهجرة الصهاينة اليهود إلى فلسطين، هجرة اليهود إلى فلسطين. ونحن منذ يومين 2/11 حلت علينا ذكرى وعد بلفور، هذا الوعد المشؤوم الذي مضى عليه 103 أعوام، طبعا هو وعد في 2/11/1917، وعد من بريطانيا التي لا تمتلك شيء بخصوص حقوقنا بخصوص أرضنا، منحت وطننا من خلال هذا الوعد ووعد بلفور إلى اليهود إلى الصهاينة. وهذا يدفعنا لمطالبة المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص بريطانيا لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية عن معاناتنا، عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، عليها واجب والتزام قانوني وأخلاقي بريطانيا والمجتمع المدني أن يساعد أبناء الشعب الفلسطيني على نيل حقوقهم، لا سيما حقهم في تقرير المصير، خاصة بريطانيا، هذه بريطانيا التي للأسف ساهمت في احتلال الصهاينة لأرضنا. إذن عندما فرض الانتداب لبريطانيا على فلسطين عام 1922 بدأت الحياة السياسية فيها تأخذ طابعا مميزا عن بقية أنحاء سوريا، إذ أصبح النشاط السياسي الفلسطيني يواجه التحديات اللي فرضتها من سلطة الانتداب البريطاني في ظل هجرة اليهود المستمرة، هجرة الصهاينة المجرمين الذين أتوا على بلادنا من جميع أصقاع الأرض ليطردونا نحن ونصبح لاجئين ونصبح مشتتين في كل بقاع الأرض، مما ساهم في انتشار الأحزاب والجمعيات السياسية وعقد المؤتمرات الوطنية وتكوين اللجان الشعبية والمنظمات العسكرية، وأوجد حالة من التعددية السياسية ساعدت على وجود تمثيل فلسطيني وطني شامل في تلك الفترة في الهيئات الفلسطينية التي كانت ممثلة في إيش؟ اللجنة العربية العليا والهيئة العربية العليا على وجه الخصوص، التي اعتبرت أول هيئة فلسطينية منظمة ضمت معظم الفعاليات السياسية النشطة فترة الانتداب البريطاني ومثلت الشعب الفلسطيني. يعني الحمد لله في تلك الفترة كان لنا من يمثلنا ويمثل فعالياتنا ويمثل مشاركتنا السياسية، علما أن بريطانيا كانت تعارض قيام مجلس تشريع فلسطيني على خلاف ما حدث عند تأسيس مجالس تشريعية في الأردن ولبنان وسوريا ومصر. لماذا؟ لأن بريطانيا تمهد لكيان غاصب تريد إحلاله بدل أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت التجارب الفلسطينية في تلك المرحلة على 3 مبادئ أساسية بالنسبة للديمقراطية الفلسطينية: الاستناد إلى الشعب هو مصدر السلطة، التعددية السياسية القائمة على الاختلاف العقائدي والتنظيمي والعائلي، التمثيل والاقتراع كأساس للمشاركة في اتخاذ القرارات. طيب بعد العام 1948 ترسخت التعددية والمشاركة الفلسطينية، حيث تشكل المجلس التشريعي في غزة، كان في المجلس التشريعي موجود وين؟ في غزة، عن طريق إجراء انتخابات محدودة للأعضاء. وأما الفلسطينيون في الضفة الغربية كيف كانوا يشاركوا؟ كيف كانوا يشاركوا سياسيا؟ هم كانوا يساهمون كمواطنين أردنيين في الانتخابات البرلمانية إيش؟ الأردنية، منذ إحدى الضفتين الشرقية والغربية في العام 1950، كما تأسست أحزاب فلسطينية في أماكن تواجد الفلسطينيين وساهم بعضها في ولادة الأحزاب السياسية العربية. طيب المرحلة الثانية هي بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964، وظهرت إشكالية في تلك الفترة لدى الفلسطينيين حول أيهما أكثر أهمية، لمين الأولوية، للتحرر الوطني أم للمشاركة السياسية
وبناء الديمقراطية وبناء المؤسسات الديمقراطية؟ هو السؤال تساؤل كان في أذهان الفلسطينيين وكان مطروح أيضا على الطاولة، وبقي السؤال قائما من دون جواب في حينه. ونشأت المشاركة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، ومر بمنعطف مهم عندما تأسس المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين والاتحادات الشعبية الفلسطينية. طبعا هذا من طبعا من أجهزة المنظمة التحرير الفلسطينية، المجلس الوطني. المجلس الوطني، إذن نشأت المشاركة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، ومر بمنعطف مهم عندما تأسس إيش؟ المجلس الوطني. المجلس الوطني الذي كان يمثل الفلسطينيين والاتحادات الشعبية الفلسطينية، هذا وقد دعم مفهوم التعددية والمشاركة الشعبية الفلسطينية من خلال عمل المنظمة، من خلال عمل المنظمة. يعني المجلس الوطني الفلسطيني له أهمية كبيرة في عملية المشاركة السياسية في هذه المرحلة أو في هذه الفترة من عمر الشعب الفلسطيني وتاريخ وسياسة ونضال الشعب الفلسطيني. هذا وقد تم دعم مفهوم التعددية والمشاركة الشعبية الفلسطينية من خلال عمل المنظمة، خاصة بعد تحول الأحزاب الفلسطينية إلى تنظيمات مسلحة. يعني عندنا أحزاب فلسطينية أو حركات، ممكن هي بالأساس هي حركات، حركات فلسطينية، حركات تحرر. وهذه الحركات التحرر، لأنه احنا شعب تحت الاحتلال، طبعا تبنت الكفاح المسلح، تبنت الكفاح المسلح، وحصل كل منها على نسبة معينة من التمثيل داخل المجلس الوطني، مما يدعم ودعم في حينها الهوية الوطنية الفلسطينية، لأنه منظمة التحرير هذه المنظمة هي التي تمثل الشعب الفلسطيني، وهذه الحركات أيضا تمثل أبناء الشعب الفلسطيني، وهي متواجدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ومع أن المجلس الوطني لا يتم انتخاب أعضائه مباشرة، إلا أنه المفروض أن كل تنظيم مشارك في المنظمة يقوم بإجراء انتخابات داخلية فيه لانتخاب ممثليه في المجلس الوطني. والطريقة نفسها بالنسبة لممثلي النقابات والاتحادات الشعبية، وين؟ أيضا الممثلة في المجلس، حيث يكونون أعضاء في المجلس بحكم عضويتهم في نقاباتهم، وبقيت نسبة تمثيل التنظيمات والنقابات المستقلين ثابتة منذ العام 1969. وبدوره ظهر المجلس الوطني على أساس أنه يمثل السلطة التشريعية، يعني المجلس ذات سلطة عليا في منظمة التحرير الفلسطينية، في منظمة التحرير الفلسطينية، ويمثل السلطة التشريعية والرقابية للشعب الفلسطيني على مين؟ على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي من مكونات، كما أن السلطة، كما أن المجلس الوطني من مكونات منظمة التحرير، أيضا السلطة التنفيذية أو اللجنة التنفيذية التي بمثابة السلطة التنفيذية هي من أيضا من مكونات الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد شهدت جلسات المجلس الوطني منذ تأسيسه نقاشات حادة عبرت عن قدرات الأعضاء على التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة بهامش لا بأس فيه من الحرية. هذا كله يؤكد أن في هذه المرحلة وفيما يتعلق في المجلس الوطني وفيما يتعلق في أعماله وأيضا دور اللجنة التنفيذية ودور منظمة التحرير بشكل عام، أيضا كان هناك إتاحة للمشاركة السياسية، رغم أن هناك بعض المآخذ وبعض السلبيات على عمل المجلس الوطني وعلى دوره فيما يتعلق في أهمية هذا الدور في تعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الفلسطيني. في تلك الفترة كانت المشاركة السياسية على النحو التالي: حق جميع التنظيمات والنقابات والتجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج بالتمثيل في المجلس. يعني جميع التنظيمات والنقابات والتجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج بالتمثيل في المجلس إلا حق، إلا أن المؤسسات المنظمة خاصة المجلس الوطني الفلسطيني لم يكن لها دور كبير في صناعة القرار، وهذه
من الإشكالات أيضا. وهذا كما ذكرت قبل لحظات هذا بالفعل يحدث وأحدث بالفعل أزمة في المشاركة السياسية. زعماء التنظيمات الفلسطينية هيمنوا على تنظيماتهم ولم تكن ممارساتهم ديمقراطية، مما دفع المعارضة فيها إلى الانشقاق والانقلاب على تلك القيادات وتشكيل تنظيمات جديدة. أيضا الموافقة على حق مشاركة المستقلين في المجلس على الرغم من ميولهم السياسية المختلفة، وهذا شيء إيجابي بالطبع لما عندما يشارك المستقلين في المجلس رغم أنهم لا يمثلون حركات وأحزاب سياسية بعينها. أيضا مشاركة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية في المجلس التي كانت تختار أعضائها عن طريق الانتخابات، وأيضا في تلك الفترة كان هناك حرية التعبير والمناقشة والمحاسبة داخل المجلس. وشارك الفلسطينيون بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 في الانتخابات البلدية والنقبية في سنة 1970 و 1976. يعني هنا أيضا في تلك الفترة المرحلة الثانية التي تناولناها الآن هناك مشاركة في الانتخابات البلدية والنقبية سنة 1972 و 1976، وهذا يؤكد أن أيضا هناك مشاركة سياسية للفلسطينيين في تلك الفترة. المرحلة الثالثة، هذه المرحلة بدأت مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، وكانت المرة الأولى التي تنشأ فيها علاقة مباشرة وحديثة بين المواطن الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في ظل أوضاع يفترض فيها التجانس وتسودها الثقة المتبادلة، وبعيدا عن الريبة والخوف والتحفظ التي يظهرها كل طرف اتجاه الآخر. للأسف لأنه إحنا أبناء شعب فلسطيني واحد وهمنا واحد، وطننا تحت الاحتلال، فلا مجال للصراع. حتى الأحزاب السياسية في الحزب السياسي أو الحركات السياسية من المفترض أن يكون همها فلسطين وغايتها فلسطين وتحرير فلسطين. وإذا كانت غايتنا واحدة وهمنا واحد، وإذا تعددت الأهداف يجب أن لا نختلف وأن لا نفترق. ما زال الغاية واحدة والهدف واحد، وهو بوصلتنا، البوصلة فلسطين وتحرير فلسطين، فعلى ماذا نختلف إذا كانت المصلحة واحدة؟ وإن تعددت الأهداف وتعددت الآراء يجب أن لا توصلنا إلى حد الانقسام. من المعروف أن السلطة الوطنية الفلسطينية تسلمت الحكم في غزة وأريحة عام 1994، ثم توسعت الصلاحيات بالطبع لتمتد إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة في 1995. وكان مفروض أن احنا نذهب إلى الحل النهائي مع الاحتلال الإسرائيلي في 1999، ولكن للأسف الاحتلال ومماطلته وعبثيته تعثرت عملية السلام، وهذا الاحتلال الغاصب بالطبع استمر في مصادرة الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستيطان اللا قانوني واللا شرعي للأسف، والذي يعتبر جريمة والذي يعد جريمة حرب في مفهوم القانون الدولي. هذا الاحتلال الذي يعيث فسادا وقتلا ودمارا في الضفة الغربية وتمزيقا لهوية القدس، هذا الاحتلال الذي يحاصر قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما حصار مطبق ظالم، وهناك ارتكب العديد من المجازر وتدمير البنية التحتية وتدمير الأعيان المدنية في قطاع غزة في كل عدوان يشن، خاصة عدوان العدوان المتكرر على قطاع غزة 2008 2009 2012 2014، وما زال العدوان للأسف مستمر في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية. جرت انتخابات تشريعية فلسطينية في شهر كانون 2 يناير 1996، في ظل وجود هذا الاحتلال الغاصب وفي ظل إجراءاته التعسفية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، لأنه جرت انتخابات تشريعية فلسطينية في شهر كانون 2 يناير 1996. طبعا ومارس بناء على الفلسطينيون أول مرة انتخابات في ظل سلطة وطنية فلسطينية فوق الأراضي الفلسطينية، وتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي الأول
وجاءت تلك الانتخابات نتيجة لاتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني الممرض بين منظمة التحرير وسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. واعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية بداية مرحلة جديدة على طريق طبعا تطور النظام السياسي، نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية. المادة 5 من القانون الأساسي الفلسطيني تنص على أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبية. وهذا الأمر وجد عمليا من خلال الانتخابات التي مورست، وتم بالطبع انتخاب المجلس التشريعي الأول، وكان من المفروض أن يساهم في إقامة ومؤسسة مجتمع سياسي فلسطيني لو صارت بالطبع الأمور كما يجب، وما وصلنا لهذا الانقسام للأسف الذي حصل عام 2007 14/6/2007، هذا العام المنشؤوم الذي طبعا قسم فيه الفلسطينيين. النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات الفلسطينية منذ الانقلاب البريطاني وصولا إلى الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي مر على النحو التالي. سنتحدث أيضا عن الانتخابات الثانية، المجلس التشريعي الثاني والرئاسة الثانية في عام 2006 وانتخابات المجلس التشريع والإشكالات التي حدثت. تطور نظام السياسي الفلسطيني والانتخابات الفلسطينية منذ الانتداب لبريطانيا وصولا إلى الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي على النحو التالي. القيادات السياسية الفلسطينية الأولى منذ 1920 إلى 1934، اللجنة التنفيذية، قد جاءت عن طريق الانتخابات البلدية أو النقابية أو الجمعيات المحلية. القيادات التي مثلت الفلسطينيين في 36 وفي 39 ممثلة بالهيئة العربية العليا التي قادت الإضراب الشامل التي عم فلسطين في تلك الفترة وتشكلت عبر الائتلاف الحزبي. وإحنا تحدثنا في هذه المحاضرة في بدايتها عن الهيئة العربية العليا. قيادات 1946 و48 برزت عن طريق الانتخاب وائتلاف الحزبي. هذا إحنا بدنا طبعا نحفظه ونفهمه. أيضا قيادات في 64 وفي 69 جاءت بالتعيين، حيث قام أول رئيس منظمة التحرير الفلسطيني أحمد الشقيري بتعيينهم، وقد كانوا يمثلون معظم مناطق التواجد الشعبي الفلسطيني. أن قيادات 69 و95 كانت ممثلة لتنظيماتها الفدائية، ولهذا فقد كانت تلك التنظيمات هي التي تنتخبها من بين أعضائها لكي تمثلها في المجلس الوطني، كما كان أعضاء المجلس ينتخبون الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية. قيادات 96 بدأت بعد انتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الأول. اللي قبل لحظات تحدثنا عن انتخابات مجلس التشريع الأول وانتخابات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل رحمه الله ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني المعروف. ولهذا قد اعتبرت أنها منتخبة فعلا من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ما حدث بالفعل. قيادات 2006 اللي هي إيش؟ انتخابات المجلس التشريعي بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية. وللأسف أيضا قيادات 2007-2018 اللي أدت إلى انقسام الفلسطينيين في 14/6/2007، أصبح هناك قيادات في الضفة الغربية وقيادات في قطاع غزة. وأيضا للأسف تم تشريع قوانين في قطاع غزة، وأيضا إصدار قرارات من الرئيس بقانون في الضفة الغربية، وما زال الانقسام حتى تاريخه قائم. هذا الانقسام الذي مزق الشعب الفلسطيني سياسيا للأسف، وأثر سلبا وبشكل خطير على مجمل مقدرات الشعب الفلسطيني. ونأمل من الله عز وجل أن يوفق كل الخيرين والقيادات الوطنية من هذا الشعب إلى رأب الصدر ولم اللحمة الفلسطينية وعادة الأمور لنصابها. نامل من الله أن ينجح المخلصون من أبناء الشعب الفلسطيني في توحيد الصف الفلسطيني. هذا والله ولي التوفيق، وإلى المحاضرة الأخرى، حتى نلقاكم إن شاء الله في محاضرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.